أحب كرة سلة لأنه كنا يعني نجتمع كلنا وألعب مع غرام، وكمان يعني لما كنا نلعب كرة سلة كان كتير صعب وأنه كتير يعني رياضي بعلمنا كل شيء. حبيت السوبر كيرز لأنه كان يجتمعنا يعني كنا نجتمع كلنا وأنه كنا نعمل نشاطات حلوة ويوغا، وكمان لما كنا نحكي لقصص. أكثر برنامج حبيت لما كنا بنعمل لما حكيت لنا مسرين القصة. حابة أصير بالمستقبل إنه أكون طبيبة أسنان إنه عشان أعالج الناس. إذا ما بقدر أصير طبيبة بقدر أكون مهندسة، أنا بحب كمان الهندسة كتير.